президент. Торговые отношения, да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике. Ну вот примерный набор. Пожалуйста, прошу ваши вопросы. Давайте РИА Новости начинаем. Вперед. Спасибо. Добрый вечер. Может быть, вы расскажете, какие темы вы обсуждали наиболее подробно? Вот, в частности, очень интересует украинская тематика. В каком контексте она затрагивалась? Обсуждалась ли ситуация на Донбассе? Обсуждалась ли возможность вступления Украины в НАТО? И еще перед переговорами большие ожидания. Украина в Лодафи Донбасс. Вахал нукишет انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وكان هناك توقعات لهذه هذا اللقاء للعمل مع دول أخرى. هل اتخذ مثل هذه القرارات وكيف جرت المحادثات فيما يتعلق بعودة السفراء إلى عملهم إلى موسكو؟ السفير الأمريكي وإلى واشنطن السفير الروسي، لقد اتفقنا أنهم سيعودوا إلى أماكن عملهم الدائمة، ومتى بالضبط هذا أمر أصبح تقني فقط. واتفقنا أيضا على أن وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية سوف تبدأ بالمشاورات حول العمل في المجال الدبلوماسي والمسار الدبلوماسي. هناك ما يمكن الحديث عنه، وكما بدا فإن الطرفين ينويان البحث عن الحل. فيما يتعلق بأوكرانيا، نعم تم تطرق إلى هذا الموضوع، لا يمكن أن نقول أنه بالتفاصيل، ولكن أود أن أقول أن الرئيس بايدن موافق على أنه أساس تسوية الشرق الأوكراني يجب أن تكون الاتفاقات مينسك. وفيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، فهذا الموضوع لا ليس هناك ما يمكن مناقشته. هذا بشكل عام. دعونا نستمر. Владимир Владимирович, вы сказали, что одна из тем была стратегическая стабильность. Могли бы рассказать подробнее, какие решения? قلتم أن أحد المسائل الهامة كانت موضوع الاستقرار الاستراتيجي. هل من قرارات تم التوصل إليها؟ وهل ستقوم روسيا والولايات المتحدة باستئناف المفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي ونزع السلاح وفيما يتعلق بمعاهدة ستارت 3؟ هل من المخطط إجراء المفاوضات حول تمديدها أو مراجعتها أو توقيع على اتفاقية جديدة؟ على الولايات المتحدة وروسيا هناك مسؤولية كبيرة باتجاه الاستقرار الاستراتيجي في العالم، وانطلاقا من أننا الدول العظمى في المجال النووي وفي عدد رؤوس النووية ووسائط نقلها، وأيضا في مستوى عصرية الأسلحة النووية. وهذه المسؤولية نحن نعترف بها، وهي واضحة جدا بأن الرئيس بايدن أخذ على عاتقه المسؤولية في تمديد اتفاقية ستارت 3 لمدة 5 سنوات إلى عام 2024، وتبقى المسألة ماذا بعد ذلك. فاتفقنا على أنه ستبدأ المشاورات بين الوزارات المختصة تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الروسية، والزملاء سوف يحددون على مستوى العمل تشكيلة الوفود ومواضيع العمل ودورية هذه اللقاءات. تفضلوا. السؤال من قبل الصحفيين الأجانب. CNN. Hi, Matthew Chance from CNN. Thank you very much for giving me this question. First of all, could you characterize the dynamic between yourself and President Biden? Was it hostile or was it friendly? And secondly, throughout these conversations, did you commit to ceasing? طاب مساءكم، شكرا لكم على إتاحة الفرصة لهذا السؤال. هل يمكنكم
أن تصفوا أو تعبروا عن موقفكم من نتائج هذه المفاوضات، هل كانت بناءة أو غير بناءة؟ بداية أود أن أقول بأن لقاءنا جرى في صيغة مبدئية، فنحن حول عدة مسائل مختلفون في الآراء، ولكن بشكل عام فإن الطرفين قد عبروا عن نيتهم بفهم بعضهم البعض وبحث عن المواقف المشتركة، وعلى الأغلب بأن تكون بناءة. أما فيما يتعلق بالأمن السيبراني فقد اتفقنا على أننا سوف نبدأ في هذا المجال المشاورات، وحسب رأيي فإن هذا يعتبر أمر هام للغاية، ومن الذي وكيف سيأخذ على عاتقه المسؤولية. أود أن أعلمكم وأطلعكم بالأشياء المعروفة بشكل عام وللجميع من المصادر الأمريكية، وحيث يمكن أن أخطئ بأسماء المنظمات، ولكن من مصادر أمريكية بأن أكبر عدد للهجومات السيبرانية في العالم تأتي من المجال السيبراني في الولايات المتحدة، وفي المركز الثاني كندا، ومن ثم بريطانيا. وروسيا في هذه القائمة، والدول التي في القائمة التي ينطلق منها الهجمات السيبرانية المختلفة لا توجد روسيا ضمن هذه القائمة. النقطة الثانية، وفي خلال عام 2020 لقد حصلنا من الولايات المتحدة على 10 طلبات حول الهجمات السيبرانية على كيانات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما يقول زملائنا أنها انطلقت من المجال السيبراني في روسيا، واثنين من هذين الطلبين في هذه السنة وفي العام الماضي وفي هذه السنة، فإن زملائنا حصلوا على أجوبة دقيقة. روسيا كانت قد أرسلت في العام الماضي إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة 45 طلب، وفي هذه السنة 35 طلبا، ولم نحصل على أي جواب إلى هذه اللحظة، وهذا يشير إلى أنه يوجد ما يمكن العمل عليه. والحديث من وبأي حجم كيف يجب أن يأخذ على عاتقه المسؤولية يجب أن يتم ضمن العملية التفاوضية. أتوقع أنه في الوقت القريب سوف تبدأ مثل هذه المشاورات، ونحن نرى بأن مجال الأمن السيبراني فهو يعتبر هام جدا في العالم، وبالأخص للولايات المتحدة ولروسيا بنفس الدرجة. ونحن نعرف أن الهجوم السيبراني على شركات الأنابيب في الولايات المتحدة، ونعرف أن هذه الشركة كانت مضطرة لدفع 5 ملايين دولار للمهددين كفدية، فلقد أعادوا لهم جزء من المعلومات ولم يعيدوا كافة المعلومات، وهذا ما تشير إليه الجهات المختصة. فنحن أيضا نواجه نفس هذه التهديدات بشكل خاص، فإنه في نظام الصحي في إحدى المناطق الروسية، ونحن نعرف من أين جاءت هذه الهجمات ومن الذي ينسق في هذه أو الذي ينسق هذه الهجمات هو من المجال السيبراني في الولايات المتحدة. ونحن أنا لا أعتقد أن السلطات الرسمية هي لها مصلحة في مثل هذا التصرف، ويجب نقل هذه المسائل على المستوى الخبراء والجلوس خلف الطاولة ومناقشة هذا الموضوع بين الولايات المتحدة وروسيا، وهذا ما اتفقنا عليه، وروسيا مستعدة لهذا الأمر. نستمر في طرح الأسئلة. قناة RT، تفضلوا، كلمة الآن لقناة RT. هناك ربما جزء من السؤال لم أجب عنه. كيف تقيمون نتائج هذه المفاوضات فيما يتعلق بالتهديدات لأوكرانيا؟ وهل
تتحملون المسؤولية عن وقف التهديدات تجاه أوكرانيا؟ Значит, ну я не слышал эту часть вопроса, или ее не перевели, или вы. أنا لم أسمع جزء ثاني من السؤال. يمكن أن يكون لم يتم ترجمته، ولكن سوف أجيب. فيما يتعلق بأوكرانيا، فلدينا التزام وحيد، هو المساعدة في إنجاز اتفاقات مينسك. فإذا كانت الجهة الأوكرانية مستعدة لهذا الأمر، فنحن مجهزون للسير في هذا المسار من دون أي شك. وأود أن ألفت انتباهكم إلى التالي، أنه في نيابر من العام الماضي، فإن الوفد الأوكراني كان قد قدم أفكاره على كيفية إنجاز اتفاقات مينسك. انظروا إلى هذه الوثيقة، فهي ليست سرية، فلقد كتبوا أنه بالدرجة الأولى يجب تقديم الاقتراحات حول انضمام الدنباس إلى النظام القانوني والدستوري في أوكرانيا. فيجب أن يتم إجراء تغييرات وتعديلات في الدستور، هذا مكتوب في اتفاقات مينسك. والنقطة الثانية أن الحدود بين روسيا وأوكرانيا والتي تمر في دنباس يجب أن يبدأ العمل هناك، حرس الحدود الأوكراني بعد الانتخابات. هذه الفقرة التاسعة. وما الذي اقترحته أوكرانيا؟ اقترحت الخطوة الأولى إعادة القوات المسلحة الأوكرانية إلى أماكن تواجدها الدائم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن القوات الأوكرانية يجب أن تدخل إلى دنباس. هذا واحد. أما النقطة الثانية، فلقد اقترحوا إغلاق الحدود بين روسيا وأوكرانيا في هذه المنطقة. وثالثا، الانتخابات إجراءها بعد 3 أشهر من الخطوات الأولى والثانية. يجب أن يكون الإنسان لا يكون إنسان مختصا في القانون لكي يستوعب أن هذا لا يتطابق نهائيا مع اتفاقات مينسك، فهذا يخالف تماما اتفاقات مينسك. ومثل هذه الالتزامات يمكن أن الالتزامات التي يمكن أن تأخذها روسيا على عاتقها. أرى أن هذا مفهوم. أما فيما يتعلق بالتدريبات، فنحن نجري التدريبات على أراضينا كما أيضا تقوم بذلك الولايات المتحدة، ولكن نحن لا نقوم بإجراء تدريبات ونقل القوات إلى الحدود مع الولايات المتحدة، ولكن للأسف فإن الجهة الأمريكية والناتو تقوم بهذا الأمر في الوقت الحالي. وعليه فإن هذه المسألة والسؤال يجب أن يوجه إلى الولايات المتحدة، وهذا أيضا كان مادة للمحادثات ولشرح المواقف. أما فيما يتعلق بمعارضتنا من خارج البرلمان، فإن الشخصية التي ذكرتموها، أولا إن هذه الشخصية كانت تعرف بأنها تخالف القوانين الموجودة في روسيا، وكان يجب عليه أن يسجل نفسه كشخصية حكم عليه من دون التنفيذ، وبشكل مرتين وبشكل بقصد كان قد ذهب إلى العلاج ولم تطلب منه الجهات المختصة لكي يسجل نفسه. وبعد أن عاد من المشفى ونشر لقطات الفيديو في الانترنت، فظهر مثل هذا الطلب، فلم يحضر ويسجل نفسه وخالف القانون، وأعلن بأنه مطلوب. وبعد معرفة أنه جاء إلى روسيا، فأنا أعرف أنه كان يقصد بأن يتم احتجازه، وهذا ما قام به وتم هذا الأمر. أما فيما يتعلق بالمعارضة من غير البرلمان، للأسف أن المؤتمر الصحفي لا يسمح لنا بالحديث عن هذا الأمر بالتفاصيل، ولكن أود أن أقول التالي. لن أقول شيئا معقدا، سأقول شيئا بسيطا. إذا رأيت أنه يمكن أن تنقل هذا الخبر بشكل موضوعي إلى مستمعيكم، فأنا سأكون من الشاكرين لكم. أولا، الولايات المتحدة أعلنت روسيا عدوا لها. الكونغرس كان قد أعلن عن ذلك في عام 2017، وضمن قوانين الولايات المتحدة والوضع الخاص أن يجب على الولايات المتحدة أن تدعم الإدارة الديمقراطية في بلدنا ودعم المنظمات الديمقراطية، فهذا موجود ضمن قانونكم. ولنطرح سؤالا، إذا روسيا كانت عدوا، فما هي المنظمات
التي ستدعمها الولايات المتحدة في روسيا. أعتقد أنها لن تكون تلك المنظمات التي تدعم وتعزز وضع روسيا، وإنما تلك المنظمات التي تردع، وهذا ما كانت تنوي له الولايات المتحدة علنا. هذه المنظمات والشخصيات التي تعمل على تنفيذ وتحقيق السياسة الولايات المتحدة على الأراضي الروسية. كيف يجب أن ننظر إلى ونتعامل مع مثل هذه المنظمات؟ أرى أنه من المفهوم أنه يجب أن نتعامل وبحذر، ولكن سوف نتعامل فقط ضمن القانون الروسي. تفضلوا. السؤال إلى السيد بافل زاروبين، وبعد ذلك سننتقل إلى قناة أرتي. بافل زاروبين، قناة فيجيتيركا. نحن نشهد حاليا تصريحات من الجانب الأمريكي حول السجناء السياسيين وموضوع نافالني. هل تطرقتم إليه خلال مفاوضاتكم مع الرئيس بايدن؟ وسؤال آخر، شهدنا أيضا أن هناك مرحلة جديدة في العلاقات الروسية الأمريكية بعد بدء ولاية الرئيس بايدن. بدأت هذه المرحلة من تصريحات فاضة من قبل الرئيس بايدن. الرئيس بايدن تطرق إلى المواضيع كشخصية التي تمثل تلك الناس في روسيا، وتحدثنا عن هذا الموضوع تحت مبادرته. والنقطة الأخرى حول إعلانه، نحن نعرف هذه الإعلانات، والرئيس بايدن بعد ذلك كان قد اتصل بي وشرحنا هذا الوضع، ومثل هذا الشرح كان قد لا يمني، واتفقنا على أن نلتقي تحت بمبادرة منه. وأرى أن هذا اللقاء بناء، وأنا تأكدت على أن شخصية رئيس بايدن هو شخصية ذو خبرة، وتحدثنا لمدة طويلة وجها لوجه، ولا أتفق مع أي ولم يتجر محادثات وجها لوجه مع أي رئيس بهذه الفترة ساعتين ونصف. ولقد تطرقنا إلى مثل هذه المسائل، لكن الرئيس الولايات المتحدة كان قد تحايد عن الرد على هذه المسألة، ورد بخلافا عما كان رد الرئيس ترامب. من حيث المبدأ، إن كل ما يجري في بلدينا بشكل أو بآخر تتحمل مسؤوليته القيادة السياسية والرؤساء، ومن هو المسؤول. ونحن نرى كل يوم في المدن الأمريكية عمليات قتل، وبما في ذلك من قادة المنظمات المختلفة، ونحن نسمع أنهم يطلقون النار إما بالرأس أو بالصدر أو بالظهر، ونرى أن من هناك كان قد أطلق النار على مرأة. فهذه أعمال إجرامية، ولكن يتم قاموا هناك بضرب في أفغانستان حفلة عرس، وأيضا القتل باستخدام الطائرات من دون طيار، وأيضا الهليكوبتر يقتلون الناس المدنيين. ما هذا؟ من الذي يتحمل مسؤولية تجاه هذا؟ من هو القاتل في هذه الحالة أو حول حقوق الإنسان؟ اسمعوني، في غوانتانامو لا يزال العمل مستمر، لم يتغير شيء. ليس هناك أي من القوانين التي تعمل ضمن هذا المعسكر، حتى القانون الدولي ولا القوانين الأمريكية. والسجون التي فتحتها الجهات المختصة من الولايات المتحدة في دول مختلفة، فهل هذا يعتبر من حقوق الإنسان؟ أنا لا أرى أنه يتطابق مع حقوق الإنسان، وليس هناك من سيتفق على أن هذا بهذه الطريقة يمكن حماية حقوق الإنسان. فهذه تعتبر تجربة للسياسة الحقيقية، وانطلاقا منها نحن نعرف أن هناك من يسمح له بالقيام بذلك، وأيضا إلى تلك الجهات التي تحصل على الأموال من الخارج للدفاع عن من يدفع لهم. نعم، الآن السؤال لقناة أرتي. مراد غازديف، أرتي،
Арктику. Вы говорили, что они разговаривали. السؤال حول القطب الشمالي. الولايات المتحدة تتهم روسيا في عسكرة منطقة القطب الشمالي، وسمعنا مؤخرا تصريحات من وزير الخارجية بلينكين حول تحفظاته حول تصرفات العسكريين الروس في القطب الشمالي. إن هذا الموضوع تحدثنا عنه بالنطاق الموسع وبشكل مفصل. إن هذا الموضوع هام، وأعني هنا الوضع في القطب الشمالي وحول المسار في ضمن القطب الشمالي بشكل خاص، والذي تتعلق به اقتصادات عدد كبير من الدول بما في ذلك الإقليمية. فإن هذا القلق من لدى الولايات المتحدة حول عسكرة هذا القطب ليس له، لا أساس له، ونحن لا نقوم بأي شيء لم يكن في السابق على في خلال فترة الاتحاد السوفيتي. فنحن نعيد بناء البنية التحتية، نعم نقوم بذلك بشكل عصري، ولا هذا فقط ضمن الحرس الحدود وحماية البيئة وأيضا تشكيل مراكز للإنقاذ وحالات الطوارئ، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد، وأيضا حماية البيئة بشكل عام. فأنا قلت لزملائي بأني لا أرى أي قلق هنا، وعلى العكس فأنا واثق تماما بأننا بإمكاننا أن نتعاون في هذا الاتجاه. وروسيا والولايات المتحدة تعتبر إحدى الأعضاء الثمانية، وروسيا تترأس هذا الاتحاد للقطب الشمالي في هذه السنة، مجلس القطب الشمالي في هذه السنة. وإن في هذه المنطقة تمر الخليج، حيث من جهة روسيا ومن جهة الولايات المتحدة، فإن هذا يدفعنا لتوحيد الجهود. والوضع المتعلق باستخدام المسار البحري الشمالي فهو يديرها القانون الدولي. فهناك معاهدة القانون البحري حول عام 1982، وأيضا هناك عدة وثائق مصدقة في عام 2017. وأنا لفت انتباه شركائنا بأننا نحن في روسيا ننوي وبشكل كامل دعم أو الالتزام بالقوانين الدولية، لا نخالف أي قانون، واتفقنا على أن نستطيع تقديم المساعدة لجميع الدول المهتمة في هذا الأمر للاستفادة من المسار البحري الشمالي. وعلى في الواقع فإن التغيرات الإقليمية سوف تستمر، والتغيرات المناخية، وبعد أن تبدأ أعمالها كاسحات الجليد ومنها الليدر، وهي أضخم الكاسحات الجليد في العالم. وأذكر بأن معاهدة القانون البحري مكرسة لشرح القانون ونظام القانون في المياه الدولية، وبالأخص في البحار الداخلية والبحار الإقليمية والبحار الحدودية، وأيضا المناطق الاقتصادية الخاصة، وأيضا المناطق الحرة. والبحار الداخلية هي البحار التي تدخل ضمن، التي موجودة ضمن المساحات المحددة والحدود. والبحار الإقليمية أو الحدودية تعتبر 2 ميل، التي تبعد 2 ميل عن الحدود، فهي تسمح بمرور السلم بما في ذلك للسفن العسكرية. أما فيما يتعلق بالبحار الداخلية فهناك نظام خاص، نحن ليس ملزمون بأن نقدم أي شيء لأحد. فمثل هذه المجالات الداخلية للبحار، فإذا تذكرت فهي 5، فهي الخليج ينيسيف وغيرها من الخلجان التي تعتبر داخلية، وطولها حوالي 1000 ميل بحري. وهذا يعتبر حقنا السيادي بسماح المرور من هناك أم لا، لكن نحن لا نستخدم هذا الأمر بشكل سيء، ونسمح للجميع بأن
يمر من هناك. كان حوالي 1000 طلب لهذا الأمر، وحتى كان هناك عدد كبير من السفن التي تحمل العلم الروسي والتي أجهات المختصة لدينا تتطابق مع النظام للقطب الشمالي، وهو يحدد نوعية السفن وتقنياتها التي يجب أن تمر من هناك. فإذا جميعا كنا مهتمون والدول المهتمة بما في ذلك دول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي سوف نعمل معا لحل مثل هذه المسائل التي هناك بعض النقاط التي تتطلب النقاش، ولكن لا أرى أي مشكلة التي لا يمكن حلها. كلمة السؤال الآن لقناة NTV. السيدة إرادة زينالوفا، طاب يومكم السيد الرئيس. العلاقات الجيدة أو غير السيئة كانت أساسا للأمن والاستقرار العالميين، وأنتم قلتم أن الرئيس بايدن وافق على البعض من مواقفكم، وكانت المفاوضات تجري في الجو الهادئ، وكانت هناك الخطوط الحمراء لدى روسيا قبل هذا اللقاء، والأمريكيين أيضا أعتقد أن هناك توجد خطوط حمراء. هل تسنى لكم الاتفاق حول عدم تجاوز هذه الخطوط الحمراء للبلدين؟ بإمكاني القول بأنه بشكل عام نحن نفهم ما الذي يتحدث عنه شركائنا الأمريكيين، وهم يفهمون عندما يدور الحديث عن الخطوط الحمراء. وبإمكاني الحديث وبشكل صريح بأنه لم نصل إلى نقطة أن نضع الخطوط والفصل، ولكن أعني هنا بأننا اتفقنا على العمل في مجال الأمن السيبراني والاستقرار الاستراتيجي، وخلال هذه المشاورات كما جرى في إطار القطب الشمالي فيجب أن يكون بشكل تدريجي مجالا لاتفاقاتنا. كلمة الآن لـ ABC News شركائنا الأمريكيين. Mr. President, thank you so much for taking my question. President Biden has said that he would respond if cyber attacks from Russia do not stop. I'm curious. السؤال من جديد حول الهجمات السيبرانية. شكرا جزيلا لكم على الإجابة. السيد الرئيس بايدن قال أنه سوف يرد على الهجمات السيبرانية من قبل روسيا، وإذا لم يكن هناك أي سر فإلى ما تطرق ماذا ستفعل الولايات المتحدة إذا لم تتخلل روسيا عن هذه الهجمات؟ والسؤال الآخر يتعلق بأليكسي نافالني. فيما يتعلق بالوكلاء الأجانب وفيما يخص أيضا الشخصيات التي تضع نفسها بأنها معارضة خارج البرلمان، لقد أجبت لزملائكم من CNN، وعلى ما يبدو أنه يجب أن أجيب أيضا على سؤالكم وسأعيده مرة أخرى. الولايات المتحدة اتخذ فيها قانون، وفقا لذلك القانون بأنها سوف تدعم منظمات سياسية في روسيا. بنفس الوقت أعلنوا روسيا عدوا لهم، وأعلنوا أنهم سوف يردعون تطور روسيا. السؤال: ما هي المنظمات السياسية التي تقوم الولايات المتحدة بدعمها في روسيا إذا كانوا يدفعون لها؟ من الواضح أننا نحن كما الأمريكيين في الثلاثينات أعلننا على أن هذا غير مسموح، ولكن بإمكانهم أن يعملوا ويستمروا في العمل
فإذا كانت هذه المنظمات لها صفات تطرفية فهذا أمر آخر. فإذا كانت هذه المنظمات قد دعت بشكل علني إلى الأعمال التخريبية وأيضا باستخدام القاصرين في هذه الأعمال فهناك قانون أيضا ويستخدمون مثل هؤلاء القاصرين ضد العاملين في مجال حفظ النظام. والولايات المتحدة كانت قد عاشت فترة صعبة بعد قتل الأمريكي الأفريقي وتشكلت هناك حركات ل Black Lives Matter وما رأيناه من أعمال تخريب ومخالفات للقانون. نحن نشاطر الشعب الأمريكي بوضعه ولكن لا نرغب بأن يتم هذا على أراضينا ونقوم بكل ما بوسعنا لعدم السماح بذلك وليس هناك أي خوف. هل تريدين إضافة شيء أي شيء؟ You didn't answer my question, sir. If all of your political opponents إذا كان جميع منافسيكم قتلوا في السجن, you do not want a fair political fight. هل هناك من رسالة ما؟ فيما يتعلق من الذي يمكن أن يقتلوه ومن الذي يمكن أن يصل إلى السجن؟ لقد جاءت الناس إلى الكونغرس في الولايات المتحدة بعد الانتخابات 400 شخص ضد 400 شخص كان قد أعلن عن قضايا ضدهم ومنها بالسجن من 20 إلى 25 سنة وأعلنوهم أيضا إرهابيين داخليين. 70 منهم تم إلقاء القبض عليهم فورا و30 منهم لا يزالون محتجزين ومن دون أي أساس. ولم يقم أحد من المسؤولين في الولايات المتحدة بإطلاعنا على هذا الأمر. واحدة من المشاركين تم قتلها في نفس المكان وهي لم تهدد بأي سلاح. في عدد كبير من الدول يجري نفس الشيء لما يجري في بلدنا. ومرة أخرى أود أن أؤكد بأننا نشاطر ما يجري في الولايات المتحدة بمشاعرهم ولكن لا نرغب بأن يحدث هذا في أراضينا. تفضلوا بطرح أسئلة أخرى. سؤالين آخرين وهناك برنامج أيضا للسيد الرئيس. طاب يومكم. جريدة إزفيستيا, هل تسنى لكم من الاتفاق مع الجانب الأمريكي حول عودة المواطنين الروس الذين يقبعون في السجون الأمريكية؟ نحن تحدثنا عن هذا الموضوع والرئيس بايدن كان قد طرح هذا السؤال وهو متعلق بالمواطنين الأمريكيين الموجودين ضمن السجون الروسية ونحن ناقشنا هذا الموضوع ويمكن أن نجد حلا وسط. فوزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية سوف يعملان حول هذا الموضوع. تفضلوا كمان سؤال ختامي لقناة روسيا. طاب يومكم. قناة روسيا الأولى, قلتم سيد الرئيس بأنكم ناقشتم مع الرئيس بايدن الشؤون الاقتصادية والتجارية, رجال الأعمال مهتمون بتطور هذا الملف, ما هي الآفاق؟ هذا لا يتعلق بنا وإنما يتعلق بالجهة الأمريكية. نحن لم نطرح أي قيود وبعد القيود التي وضعت في مجال الاقتصاد وتبادل التجاري مع الولايات المتحدة فكانت الولايات المتحدة قد فقدت ليس أقل ما فقدت روسيا. ونعم يمكن أن يكون قد أثر هذا بشكل جزئي على أن الولايات المتحدة قامت بردع روسيا ولكن ليس هناك أي من شيء كارثي في هذا الأمر. هذا أولا. أما النقطة الثانية فيما يتعلق باهتمام الأعمال الأمريكية فإن أكبر
وفد كان 200 من رجال الأعمال الأمريكيين قد شاركوا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي. وفيما يتعلق بالقيود بالنسبة للشركات الأمريكية، منها من انسحب وبخسارة وسلم هذه الأعمال لمنافسيهم من دول أخرى، لماذا قاموا بهذا؟ ما هو الهدف؟ فليس هناك أي هدف واقعي، وإنما بقيت خسارة فقط. وهناك تبادل تجاري بقيمة 28 مليار دولار، وفي الجزء الأول من هذه السنة كان قد نما بنسبة 16%، وإذا استمر هذا النهج فيمكن أن تتطور هذه الأمور. دعونا كمان سؤالين من هذا الجناح وسؤالين من هذا الجناح. تفضلوا، هذه الفتاة، تفضلوا، تفضلوا لهذه السيدة. أن سيمونز، وول ستريت جورنال. Господин президент, спасибо большое, что у меня есть. سيد الرئيس، شكرا لكم على إتاحة فرصة لطرح هذا السؤال. قبل عدة سنوات التقيت مع رئيس بايدن كونه نائبا للرئيس آنذاك، وقلتم أنه نظر إلى عينيكم وقال أنه لم يرى فؤاد هناك، وقلتم أننا نتفاهم بعضنا البعض. أنتم نظرتم إلى عينيه، ماذا رأيتم فيهما؟ هل رأيتم شخصا يمكن التعامل معه؟ وسؤال آخر، الرئيس بايدن هل وجه لكم دعوة لزيارة البيت الأبيض؟ لو كان هكذا، وهل وافقتم على هذه الدعوة؟ الرئيس بايدن لم يدعو للزيارة، وأنا لم أقدم مثل هذه الدعوة. وبالنسبة لمثل هذه الزيارات يجب أن تثمر أو تنضج الظروف، وفيما يتعلق بالنظر ضمن الروح ورؤية شيء ما، فأنا سمعت هذا الأمر ليس لأول مرة، وبصراحة أنا لا أتذكر مثل هذا الحديث، ولكن أفرض أنه مر من دون اهتمامي. وسألتم كيف كان موجود الرئيس بايدن، كيف هو؟ فهو شخصية بناءة ولديه خبرة، هذا واضح تماما. وكان قد تذكر بعض الأشياء عن عائلته، وكيف تحدثت معه والدته، ومثل هذه الأمور ليس لها علاقة بالمواضيع الأساسية، ولكن هذا يشير إلى مستوى أخلاقه وقيمه الأخلاقية، وهذا أمر مثير للاهتمام. ويبدو لي أننا تحدثنا بشكل عام على بلغة واحدة، وهذا ليس هناك ضرورة للنظر بضمن الروح والعيون وإبراز الحب. فيما يتعلق بمصلحة الشعوب، فإن هذه العلاقات دائما تحمل صفات موضوعية. تفضلوا، سؤال من هنا. أندري كاليسنيكوف، جريدة كوميرسانت. السيد الرئيس، وتقييمكم لنتائج هذا اللقاء، هل ظهرت لديكم أي توقعات جديدة؟ من جهتنا لا، من جهتي لم يكن هناك أي شيء، ليس هناك أي خيال أو افتراضيات أو أوهام. سلموا الميكروفون، سلم الميكروفون. Здравствуйте, Павел Ремнев, телеканал Звезда. طاب يومكم، بافيل كريبلوف، قناة زفيزدا. السيد الرئيس، سؤالين لدي. هل تحدثت مع الرئيس بايدن حول التقلبات المناخية العالمية؟ والسؤال الثاني فيما يتعلق بوسائل الإعلام الأمريكية، قبل عدة أيام كانت لديكم مقابلة مع قناة NBC الأمريكية، هل هو من المنصف أنكم تستقبلون قنوات أمريكية؟ أما الرئيس الأمريكي فلا. وهل تعتقدون أن مثل هذه المقابلات إيجابية في حين يتم تحريف كلماتكم وتصريحاتكم؟ فيما يتعلق بالتحريف وغيره،
فمثل هذا يعتبر تجربة العلاقات الدولية، فلقد تعودت على هذا الأمر ونحن نعيش مع هذا الوضع لعقود. وفيما يتعلق من ولمن يعطي لقاء صحفي فهذا يتطابق مع الشخصية نفسها، فإذا كان يريد أن ينقل المعلومات الإضافية إلى الناس فهو يسعى لهذا الأمر، ولقاء الصحفي مع الوكالات الأمريكية كان متعلق بهذا الأمر. أما فيما يتعلق بنشاط وسائل إعلامنا فلديكم مثال على أن الرئيس بايدن كان قد وضع سؤالا أو طرح سؤالا حول عمل عن أوروبا الحرة في روسيا التي أعلن عنها بأنها من الوكلاء الأجانب، وأرى أن الوفد الأمريكي لا يعرف أن قبل ذلك ولدينا شركتان وكالتان تعمل في الخارج هي راشا توداي وسبوتنيك، فكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنهم من الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة ومنعت اعتماداتهم. هذا ما قاموا به، ورغم أن راشا توداي تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب وفقا للقانون الأمريكي وقد سجلت نفسها وكل شيء قامت به، وأيضا كانت قد عملت كل شيء بأخذ العاملين هناك وليس لدينا أي مشاكل من هذا النوع. ولكن الوكالات الإعلام الأمريكية لا تنفذ كافة القوانين الروسية ولا تلتزم بها بشكل عام، وهذا عبر وزارة الخارجية نأمل أن هذا العمل سوف يتم إنهاؤه وتطبيق هذا العمل بشكل منتظم. وأنقل الميكروفون الآن إلى هذه الفتاة. شكرا جزيلا. غالينا بالونسكا يورونيوز. رأينا مصافحتكم مع الرئيس جو بايدن في بداية اللقاء، وهل تسنى لكم الوصول إلى مستوى جديد للتفاهم والثقة المتبادلة مع الرئيس الأمريكي، وهل تعتبرون من الواقعي الوصول والارتقاء بمستوى العلاقات عندما سوف تكون شفافة وجلية، وهو ما يسعى إليه البلدين؟ ليف تولستوي كان قد قال ليس هناك في الحياة السعادة وإنما هناك بذور لها فعليكم أن تحافظوا عليها، لكن بدأ أن هذا واضح أو بدأ هذا الأمر تجاه السعادة. أنقل الميكروفون. إيفان بلاغوي القناة الأولى. طبعا موضوع الفيروس كورونا من أهم المواضيع العالمية، هل تم التطرق إلى هذا الملف خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي؟ إذا نعم فما هي الآفاق للتعاون والتعامل مع الجانب الأمريكي للتغلب على هذه الجائحة وربما الاعتراف المتبادل للقاحات؟ نحن ذكرنا هذا الموضوع وطرحناه ولكن بشكل سريع، ونحن قبلنا بطلب الولايات المتحدة وأنقلنا إليها المساعدات من التقنيات، والولايات المتحدة دولة كبيرة وليست بحاجة إلى الأموال، ولكن في هذه تلك اللحظة كانت بحاجة إلى المعدات، وقدمنا هذا الأمر من دون أي هدف، وتأملنا بأنه يكون مساعدة سنتساعد في هذا الموضوع في المستقبل، ولم نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل اليوم. بعد هذا اللقاء بعد اللقاء مع الرئيس ترامب آنذاك زادت العلاقات سوءا، هل هناك من الشعور بأننا قد وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها يمكن الانطلاق لمستويات جديدة؟ من الصعب علي أن أجيب على هذا الموضوع لأن جميع التصرفات التي جاءت وأثرت على العلاقات بين البلدين لم تأتي من طرفنا وإنما جاءت من الجهة الأمريكية، فأنا لا أعرف ما الذي سيبتكرونه بعد ذلك.
Александр Гамов, «Комсомольская правда». Александр Гамов, جريدة «Комсомольская правда». Сейд Раис, فاز المنتخب كرة القدم الروسي. ونتيجة 1-0. وإذا قمنا بمقارنة اللقاء نتائج اللقاء بين رئيس بوتين ورئيس بايدن فما هي النتيجة؟ والسؤال الثاني، قبل الوصول إلى هنا كانت تصريحات من الجانب الأمريكي أن الولايات المتحدة سوف تمارس الضغط على روسيا، وهل شعرتم بأي ضغط خلال هذا اللقاء؟ والسؤال الرئيسي الذي يهم مواطني روسيا، كيف كان يشعر بنفسه رئيسنا أثناء اللقاء؟ وأعتقد أنه ما يكفي من الأسئلة. أنا أعتقد نفس الشيء، فلم يكن هناك أي ضغط، وعلى العكس فإن جميع الانحرافات الدبلوماسية لم يكن هناك أي انحرافات عن المواضيع المطروحة. ومرة أخرى أكرر، ليس من جهتنا ولا من جهتهم لم يكن هناك أي ضغط، فهذا لا يمكن أن يكون حقيقيا. والسؤال الآخر، ما هي النتيجة؟ حول النتيجة، نعم، فإن ضمن لقائنا الرئيس بايدن قال أن هذا ليس منافسة رياضية، وأنا أتفق معه تماما، فلا يجوز أن نضع هنا نتيجة معينة. على الأغلب فإن هذا اللقاء كان ذو نتيجة، وكان تفصيليا ومحددا، وجرى في أجواء التي كان هناك السعي للوصول إلى نتائج، وإن هذا الجزء من الثقة كان قد بريق هذا الثقة كان قد برز في هذا اللقاء. شكرا لكم. السيد الرئيس بي بي سي نيوز، الرئيس جو بايدن يدعو إلى أن تكون العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قابلة للتنبؤ، ولكن في الغرب يعتقدون أن عدم قابلية لسياسة الخارجية الروسية هي صفة من صفات سياسة الخارجية الروسية. هل أنتم مستعدون للتخلي عن ذلك؟ لقد وصلتم إلى مستوى عالي من الفن والمهنية. بالنقطة الأولى، هل في الغرب يرون ذلك؟ والجزء الثاني من السؤال، هل أنتم جاهزون لترفضوا؟ إذا كان الغرب يعتبر هذا، فهذا لا يعني أن هذا الواقع. أنتم قلتم أن الغرب يعتقد أن السياسة الروسية غير قابلة للتنبؤ. أود أن أجيب على هذا السؤال. إن خروج الولايات المتحدة في عام 2002 من الاتفاقية الدفاعية للصواريخ الدفاعية، فهذا يمكن أن يؤثر على الاستقرار الاستراتيجي الدولي، وثم انسحابهم من اتفاقية الصواريخ المتوسطة والوسطى وقصيرة المدى في عام 2019، وأيضا الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، لم يبقى شيء واقعيا. ولقد استطاع الرئيس بايدن اتخاذ قرار عقلاني بتمديد اتفاقية ستارت 3 لخمس سنوات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع المتعلق بأوكرانيا وفي القرم، فإن هذا جميعهم يرقصون تحت هذا الموضوع ويقولون، هل هذا الأمر يؤدي إلى الاستقرار إذا دعموا الانقلاب؟ وبعد أن وافق الرئيس يونوكوفيتش على جميع مطالب المعارضة، لا، على العكس، كان يجب أن يتم انقلاب دموي وأدى إلى الوضع في شرق أوكرانيا. وهل ترون أن هذه السياسة قابلة للتنبؤ؟ أنا لا أرى ذلك. نحن نرى نفسنا أن هناك تهديدات بالنسبة لنا، وأرى أن الوضع إذا كان يسعى للاستقرار يجب أن نتفق على التصرفات في جميع الاتجاهات التي ذكرناها، منها الأمن السيبراني وأيضا المسائل المتعلقة بالأزمات الإقليمية. فأنا أعتقد أنه يمكن أن نتفق على مثل هذه المواضيع. على الأغلب فكان لدينا مثل هذا الانطباع اليوم خلال لقائنا مع الرئيس بايدن. شكرا.
حول ماذا؟ синий туман, обман. Сейчас песни начнем петь, но нас не поймут ваши иностранные коллеги. Давайте. فيمكن أن نبدأ بالغناء ولن يفهمنا الزملاء الأجانب. وكالة بلومبرغ وسوف ننهي. هذا السؤال الختامي. بلومبرغ نيوز إلي أرخيبوف. Владимир Владимирович. إلي أرخيبوف وكالة بلومبرغ نيوز السيد الرئيس. في عام 2016 بعد لقائكم مع الرئيس ترامب تم فرض عقوبات أمريكية جديدة. اليوم خلال مفاوضاتكم مع الرئيس جو بايدن هل حصلتم على أي ضمانات أن في الآونة القريبة لن تكون هناك عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة تجاه روسيا؟ وحول المبادرة أنتم قلتم حول بريق الثقة المتبادلة، هل لديكم выполнимости тех начальных договоренностей, مثل هذا الشعور من حيث تنفيذ الاتفاقيات المتوصل إليها من حيث أن الإدارة الأمريكية الحالية متضامنة مع الرئيس الأمريكي خلافا لعهد الرئيس ترامب؟ وفيما يتعلق بالأمن السيبراني والمشاورات حول أوكرانيا، هل سيتم تشكيل أي فرق عمل في مجال الأمن السيبراني والخطوط الحمراء التي رسمتموها؟ فيما يتعلق بالخطوط الحمر فلقد تحدثت أكثر من مرة بأن هذا الفهم يجري ضمن العمليات المفاوضات والمحادثات، فمن ليس هناك من أي نتيجة من إفزاع بعضنا البعض. ففيما يتعلق بالعقوبات والقيود في الاقتصاد، وأنا كنت قد تحدثت عن هذا الموضوع وقلت على أن الوضع السياسي الداخلي فنحن نعرفه، ولكن لا نفهم تماما التفاصيل لما يجري هناك. فهناك من المعادين لتطوير العلاقات مع روسيا، وهناك من المناصرين لتطوير هذه العلاقات. فإذا كان بعد لقائنا سوف تبدأ خطوات التي ذكرتموها في عام 2016، فهذا يعني أن هناك فرصة كانت قد خسرناها مرة أخرى. وهذا السؤال ختامي حقا، السؤال من صحفية من كندا. سيد الرئيس، شكرا لكم على هذه الفرصة. هل تحصلون على الترجمة؟ السيد الرئيس، هل تحصلون على الترجمة؟ هل تريدون أن أسأل بالروسي؟ لا يريدون أن يترجموا من عن اللغة الكندية. هل أكرر السؤال؟ ممكن أن ننتقل إلى قناة أخرى؟ حاولوا. لا. لا أسمع شيء، للأسف لا أسمع شيء. لحظة من فضلكم. أعذروني. نعم، كرر السؤال إذا سمحتوا. تامارا ألتريسكو من هادزو كندا في موسكو. إذا. You said to a couple of my colleagues you wanted unbiased, fair questions and coverage. I have a fair question for you. It actually comes from my nine-year-old daughter, who asked me before I left to come here, what is the big deal with this summit? إذا. إذا عدت كندا في موسكو قلتم لزملائي. هل تريدون أن تكون أسئلة نزيهة؟ أنا عندما توجهت إلى هنا سألت بنتي وعمرها 9 سنوات إلى أي قمة تتوجهين؟ هل هي مهمة؟ أجب عن هذا السؤال. ومثلا مثل أنني طفلة عمري 9 سنوات. هذا رائع أن هناك طفلة عمرها 9 سنوات وتوجه مثل هذا السؤال. والكبار، وأعني هنا الدول والعظمى في المجال النووي، تلتقي لكي تجعل هذا العالم آمناً.
وموثوقا به وبيتا مزدهرا لجميع سكان كوكبنا. هم سيناقشون المسائل المتعلقة بالأسلحة الخطيرة والمخيفة والرهيبة التي يجب أن تتقلص، وهم يتحدثون عن حماية البيئة ولكي تكون الأنهار نظيفة والبحار أيضا نظيفة، ولكي لا يكون هناك فيضانات ولا جفاف، ولا يكون هناك كفاية من المواد الغذائية لجميع سكان الكرة الأرضية أينما كانوا، وللحفاظ على صحتهم وتطوير النظام الصحي لكي لا يمرضوا ولكي يستطيعوا أن يدرسوا وينظرون إلى المستقبل بثقة. وأمل على أن لقائنا اليوم أيها السيدات والسادة ستكرسونه لهذه الأهداف بالذات. شكرا لاهتمامكم وإلى اللقاء.